Green. Sarwat. K-pop. صار وقت الكي بوب لأننا بنتكلم عن التريجر ميكرز أو التي مي مثل ما يحبون الأعضاء يسمونهم. استقبلوا خبر سيء مع الأسف هالأسبوع عن عضوين في فرقتهم تريجر تحديدا واللي هما ماشي هو وبانج يي دم من وكالة واي جي اللي أعلنت رسميا إنهاء تعاقدها معاهم في بيان نزل بموقعهم ومنصاتهم المختلفة. الموضوع مو جديد ويرجع لشهر 5 لما ماشي هو وبانج يي دم أعلنوا فترة نقاهة مؤقتة وانقطاع عن نشاطات الفرقة. الجديد إن البيان ذكر إن ماشيهو أحد الأعضاء اليابانيين الأربعة بالفرقة يعاني من مشاكل صحية كانت سبب في قراره بأن ينهي تعاقده مع الوكالة بالتراضي. ماشيهو قضى 6 أشهر الأخيرة مع أهله باليابان ولليوم المشاكل الصحية غير معروفة، والبيان ما حدد إذا كانت هالمشاكل جسدية أو مشاكل نفسية تتعلق بالغربة مثلا. لكن المعروف أن ماشيهو يعتبر أحد أقوى الأعضاء بالفرقة بالرقص وهو المين دانسر، وفي وقت من الأوقات تعرض أكثر من مرة إلى حوادث وكدمات خلال التدريبات. بس الثاني اللي راح نتكلم عنه هو يي دم، فحسب البيان قرر أنه يركز على دوره كبروديوسر أو بالعربي ملحن وموزع موسيقي للأغاني. هل هذا يعني أنه راح يكتفي بأنه يعطي موسيقته لفنانين وما راح نسمع صوته؟ شخصيا أنا أشك بهالشيء، لأن يي دم معروف بمساحات صوتية عالية جدا وهو أصلا المين فوكاليست بالفرقة، وتعتبر فترة تدريبه مع وكالة واي جي من أطول الفترات لأنه بدأ معاهم بعمر صغير 11 سنة تحديدا في 2013. وبنفس الوقت يي دم شخصيته تفضل يكون عندها حرية إبداعية كاملة باللي قدمه، وهالشيء ما كان متوفر لك عضو بالفرقة تحت إدارة واي جي، ويقال أنه حاب يطور نفسه موسيقيا عن طريق الدراسة أكاديميا. هذه المعطيات كلها ممكن تخلينا نستنتج أن يي دم ممكن يترسم قريبا كفنان سولو منفرد بعيدا عن الوكالات وباستقلالية. واي جي طمنت التريجر ميكرز ببيان أن الفرقة مستمرة بالأعضاء 10 الباجين بالرغم من أن ماشيهو ويي دم كانوا من أبرز أعضاء الفرقة، إلا أن انفصال لهم لا يعني نهاية تريجر أبدا. تريجر عموما ما تعتبر عموما تعتبر أحد أهم فرق الكي بوب في الجيل الرابع تحديدا، والأكيد أنها رغم هالعثرة البسيطة راح تستمر بنجاحات مستقبلية أكبر من اللي حققتها من وقت ترسيمها في 2020، لأن حتى مع هالظروف لتريجر ميكرز راح يكونون مع موعد مع حفلات ضخمة في KSPO دوم في سيول، واللي تتسع ل 15 إلى 20 ألف متفرج تحديدا في 12 و13 نوفمبر. الميني ألبوم الأخير The Second Step Chapter 2 باع أكثر من 400 ألف بأول أسبوع من إصداره في أكتوبر، وعملية الترويج لا زالت مستمرة آخرها بكليب فولكنو. وبالعودة إلى خبر الانفصال مرة ثانية، التريجر ميكرز عبروا في الشارع عن تضامنهم بشاحنة وقفت قدام مقر واي جي عليها شاشة كبيرة وفيديو تضامن مع ماشيهو ويي دم. أما في تويتر ومنصات التواصل المختلفة، فتريجر ميكرز عبروا عن احترامهم لقرارات ماشيهو ويي دم لأنهم يحبونهم ويعرفون هم ما تخذوا هالقرار إلا عن قناعة وبعد تفكير وتحليل، وهذا يدل على نضجهم مع أنهم بهالسن الصغير ومعرفتهم شنو يبون وشنو اللي يريح صحتهم العقلية والجسدية. إذا كنت تريجر، لكن أنت كتريجر ميكر شنو كانت ردة فعلك عن الخبر؟ وهل كنت متوقع هذا الخبر ولا انصدمت منه نفس ناس ثانية؟ قول لنا تحت هالفيديو اللي قاعد تشوفه الحين في يوتيوب.